في نفس الوقت براءة علاء وجمال مبارك وسبع آخرين في قضية التلاعب بالبورصة. طلعوا علاء وجمال، طلعوا براءة. أنا الحقيقة معجب بفريد الديب. فريد الديب قدر يطلع علاء وجمال من القضية دي. بس هي القضية كانت إيه أصلا؟ القضية كانت إنهم تلاعبوا بالبورصة. طب إيه الإثبات؟ فطلع علاء مبارك كتب: الحمد لله والشكر لله، نتوجه بالشكر للأستاذ فريد الديب المحامي القدير على المجهود الكبير الذي بذله مع الأسرة منذ عام 2011 بالرغم من كم التهديدات والمضايقات التي تعرض لها، إلا أنه ظل واقفا بجانبنا يدافع عن الأسرة. شكرا أستاذ فريد. هو أنت كمان لازم تشكر رأي المحكمة والله، وتشكر كمان النظام السيساوي كله، لأن القضية دي ما كانت إلا يعني ما خرجتش أنت منها إلا نكاية في يناير بس. لكن الأستاذ حسن هيكل كمان كتب في الشروق بعد دقائق من براءته، كتب حسن هيكل يكتب في الشروق بعد دقائق من براءتي: قضية البورصة وأنا، وأستاذن أبدأ صدر حكم براءتي بعد 8 سنوات في القضية بكذا، وكانت إحدى المتهمين فيها. الحكم صدر المحكمة بناء على تقرير لجنة الخبراء رئيسها يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، وعضوية طبعا ده بتاع 30 سنية يحيى الدكروري، وعضوية الدكتورة ليلى الخواجة عضو مجلس إدارة نادي المركز البنك المركزي المصري، والسيد أحمد كوجاك نائب وزير المالية، والسيد محسن عادل، والسيد رضا عبد العاطي، والسيد مدير أمن المنيا، والسيد مدير أمن بني سويف. طب يا حسن يا هيكل، طب ما احنا عندنا تسريب زعناه هنا لأبوك لما كلم عباس كامل عشان يدخلوك. أفكرك لما كان هشام بركات عايش وهشام عباس كامل كلم هشام بركات لأن أبوك هيكل كلمه، كلم عباس كامل عشان الواد وبتاع. أفكرك بس دي مش قصة عدالة يعني، ده قصة بزراميط. نفتكر كده معلش يا فندم. النبي فندم برضو كنت عايز اقول لحضرتك على حاجة كده كويس فندم. ماشي معلش معلش. حسن محمد حسنين هيكل هو طبعا الراجل يعني متأذي جدا من موقف ابنه، لانه يعني بيقول ابنه ما عملش حاجة ومش عارف ايه، والقضية ما تبتش فيها ولا اي حاجة، وهم زجينه ومش عارف مين زقه في الموضوع في النص. هي القضية بالنسبة له مش ان القضية فيها حاجة، القضية تمشي زي ما هي، بس هو مدرك ان عارف يجي ولا يروح ولا كلام من ده. يا ريت والنبي ساعتناه. فهي مش قضية عدالة يعني قد ما هي قضية انه يعني نظام بيحسب. البرنس فريد بيديب طلع قال: البراءة في قضية تلاعب البورصة كانت متوقعة ومستحقة للجميع. طبعا مين اللي يشهد العروس؟ ما هو فريد الديب. مين يشهد العروسة؟ فريد الديب. وكانت متوقعة ليه بقى؟ ليه كانت متوقعة؟ عشان يعني علاء وجمال أبرياء ولا عشان تظبيطات تانية؟ وهم لو هم عايزين يضايقوا علاء وجمال ما كانوا يلبسوهم قضية تانية. إنما نشوف دلوقتي مراحل القضية دي. مايو 2012 إحالة علاء وجمال مبارك للمحاكمة في قضية تلاعب البورصة. يوليو 2012 بدء أولى جلسات المحكمة. يونيو 2013 إخلاء سبيلهم بكفالة مالية. سبتمبر 2018 قبض عليهم مجددا وإخلاء سبيلهم بعد 5 أيام بكفالة مالية. يونيو 2019 رد هيئة المحكمة. أكتوبر 2019 تأجيل الحكم إلى فبراير 2020. فبراير براءة الجميع. بس كده. ده التطور القضية. لكن الحقيقة أثناء القضية دي بس عشان تفتكروا كان علاء وجمال بيعيشوا حياتهم عادي جدا، بيروحوا عزاء وبيروحوا مطاعم وبيروحوا ولا حاجة حصلة. أهو علاء وجمال في عزاء الفنان طلعت زكريا بالحميدية الشاذلية، كانوا يتحركوا وبيروحوا ماتشات وبيروحوا حفلات وراحوا في النادي الأهلي. بس علاء وجمال في عزاء طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق. أهو علاء وجمال يعزيان مرتضى منفوس في وفاة شقيقته، معرفش هو ما راحش هو ليه. بعد العشاء في مطعم بشبرا أماكن شهرت عودة علاء وجمال مبارك للظهور. علاء وجمال في كافيه يعني عادي كانوا عايشين حياتهم يعني. وصور لعلاء مبارك لمقر عزاء الفنان محمود عبد العزيز. صور لجمال مع ابنته في حفل مدرسة تثير جدلا. بالصور علاء مبارك بين جميل سيد القاهرة في الثالثة شمال. يعني الناس كانت عايشة حياتها يعني، يعني ما كانوش كده زي علاء فتاح
وزي معتز ودنان وزي دكتور ابو الفتوح، ما كانوش زي دول. لا دي كانت ناس رايحه جايه وبيروحوا حفلات وبتاع والدنيا عايشه يعني. عشان كده بعد الحكم ده الناس طلعت قالت احنا اسفين يا بشوات، تحيتنا احنا اولاد الكلب الشعب اهو، احنا اسفين طبعا. وادي حد قال لك خبر ملوش لازمه، في اعلام ملوش لازمه، في قضاء ملوش لازمه، لشعب ملوش لازمه، براءه علاء وجمال مبارك وستة اخرين في التلاعب في البورصه. هات لي اللي قال محاكمات قانونيه بدل محاكمات ثوريه بعد يناير، فعند يبدا خيط البراءات. ومن قال كان يعلم تمام العلم بعد عدم وجود مواد ولا قوانين تحكم العصابه فقد كان شريكا لهم في حياكتها. اللي كان عايز يحكم مبارك يجيب نسبه براءه جمال وعلاء مبارك في خريطه التلاعب البورصه. قضاءنا الشامخ عنده حق، هم يستحقوا البراءة واحنا نستحق السجن. براءة علاء وعلاء علاء مبارك وجمال مبارك وابن حسنين هيكل في مش فاكر اسمه في قضية التلاعب بالبورصة، والحكم بحبس البورصة عشان هي اللي كانت بتلعب بيهم. ده محفوظ ابو طاجية. قال يعني كان يحصل غير كده ازاي والورق ورقنا والدفاتر تبعنا ومأمور القسم في جيبي واحكم يا ابو علاء. طيب ده انا هقول لك. واخيرا اصدر الستار عن قضيه مبارك وعلاء مبارك، وما زال الاخوان والثوار يعاقبون في السجون على جريمه الانقلاب على نظام حكم العسكر.